بغا المخرجات ديال الحوار مع السيد وزير النقل اليوم بناء على قرار الاضراب اللي كانت اتخذته التنسيقيه ديال المسافرين ونقل البضائع وسيارة الاجره وسيارة الاغاثه. اليوم السيد وزير النقل جا بتفويض من السيد رئيس الحكومه على اساس انه يشوف المعاناة ديال يعني المهنيين وشنو هما الاسباب اللي خلاتنا نخرجوا بهذا الاضراب هذا. حنا عارفين هما كاينه قضيه ديال الغازوال. اليوم السيد وزير النقل قال بالحرف بانه غادي يرجع لرئاسه الحكومه ويعني من هنا لهاد الايام المقبله قبل لضات ديال الاضراب غادي تكون المخرجات ان شاء الله. غادي يقولوها يا اما في التصريح الحكومي ديال اليوم الخميس يا اما السيد وزير النقل غادي يرجع لنا باش يبلغنا بالمستجدات. شنو النقاط اللي ناقشت معاك؟ والغازوال والطريقه ديال التثقيف ديالو وتثقيف الارباح ديال الشركات يعني ديال المحروقات. هضرنا على لاتيك، هضرنا على بزاف ديال الامور من بين الامور اللي حنا سيبليناها وعرفناها اللي كان فيها النقاش شويه حاد هو تثقيف ارباح ديال الشركات ديال المحروقات. شكرا.